على كل الاحوال خلينا بقى نستكمل اخبارنا مع حضراتكم. امبارح في قرعه امم افريقيا اللي هتقام ان شاء الله في كاميرون يناير من عام 2022، القرعه اوقعت منتخب مصر مع نيجيريا والسودان وغينيا بيساو. اعتقد الى حد كبير نقدر نقول انها مجموعه متوازنه. مبارياتنا هتكون اولا مع نيجيريا يوم 11 يناير، ثم غينيا بيساو يوم 15 يناير، وبعد كده مع السودان يوم 19 يناير. تم سحب القرعه بالامس في العاصمه الكاميرونيه بحضور مجموعه كبيره من نجوم الكره الافريقيه، وطبعا بحضور اليو سي سي المدير الفني لمنتخب السنغال بجانب محمد بركات مدير منتخب مصر. بتشهد البطوله لاول مره مشاركه 7 منتخبات عربيه، وهي مصر والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا والسودان وجزر القمر. وتعالوا نتعرف اكتر على نتيجه هذه القرعه. المجموعه الاولى بتضم الكاميرون بوركينا فاسو اثيوبيا الراس الاخضر، المجموعه الثانيه السنغال زيمبابوي غينيا ملاوي، المجموعه الثالثه المغرب وغانا وجزر القمر والجابون، والمجموعه الرابعه نيجيريا مصر السودان غينيا بيساو، والمجموعه الخامسه الجزائر وسيراليون وغينيا الاستوائيه وكوت ديفوار، المجموعه السادسه تونس مالي موريتانيا غامبيا. حلو جدا، زي ما انت قلت هي مجموعه تعتبر متوازنه. التوفيق ان شاء الله يا رب لمصر.